حياة التسليم الإنسان يكون متضع. ليه؟ لأن طول ما أنت متضع عمرك ما هتعتمد على نفسك بزيادة، هتحس أن أنت لسه قدامك كتير أي عقبال ما تشيل مسؤوليتك أو مسؤولية بيتك أو مسؤولية عيالك أو مسؤولية أي حاجة، لسه قدامك كتير. فتملي إيه؟ أول ما حصل لك مشكلة تعمل إيه؟ تجري على مين؟ على ربنا، تقول يا رب الحقني، أنا عندي 1 2 3، وتقول يا رب أنا عارف أنك عارف. دي أول نقطة تسبق حياة إيه؟ التسليم، التواضع. طول ما احنا معتمدين على ذاتنا وعلى خبراتنا وعلى مجهودنا وعلى دراساتنا وعلى علمنا، عمرنا ما هنوصل إيه؟ لحياة التسليم الإيه؟ الكامل. تاني نقطة تسبق حياة التسليم، الإيمان. مين فينا هيسلم حياته لواحد ما بيثقش فيه؟ محدش. يعني لو انت معاك عربية جديدة وحلوة كده ومعاك مفتاحها وعاوز تركنها، وجي واحد لسه واخد الدرايفنج لايسنس بقالوش مثلا ايه اسبوعين ولا كيه، ممكن اركنها لك؟ هتديله المفاتيح؟ اكيد لا، لان ممكن بسهولة يعمل ايه؟ رخبطها لك، لان انت ايه؟ مش واثق في الشخص. فدي تاني نقطة تخليك تحط حياتك في يد ربنا وانت مطمن. ليه؟ انا واثق في ربنا، انا مآمن بيه، انا واثق انك تقدر تخوض حياتي للاحسن. ده مش تخوض حياتي بس، لا، ده تخوض حياتي وحياة بيتي وولادي ومراتي وشغلي وكل شيء للايه؟ للاحسن. بس هي الفكره فين؟ في الثقه. هل انت عندك الثقه دي؟ طيب عشان تكتسب ثقه واحد، ثالث نقطه بقى، الثقه دي بتيجي نتيجه ايه؟ نتيجه خبرات وحياه معاشه مع الشخص ده. يعني مثلا انا بثق في شخص ما، بثق فيه ليه؟ لان اتعاملت معاه مره واثنين وثلاثه واربعه وما خذلنيش، صح كده؟ فانا بالنسبه لي الشخص ده ايه؟ مصدر ثقه. لما اديله الحاجه هيحافظ عليها، لما هقول له اعمل لي الحاجه هيعملها لي كويس. واعتقد ان كلنا بلا استثناء مجربين ربنا كويس قوي. يا ما شفنا مواقف كنا مزنوقين فيها وربنا عمل ايه؟ نقول له يا رب، تلاقي ايه؟ على طول يمد ايده. ساعات بيتاخر، بس التاخير ده ايه؟ لفايدتنا. وكتير مننا برضو شاف الحكايه دي، يعني ناس كتير تبقى محتاجه حاجه او عايز حاجه او بتصلي الحاجه وربنا موقفها. يا رب موقف ليه؟ يقولك مش بتاعتك، مش ليك، لو خدتها هتضرك. وفعلا بعد فترة ساعات ربنا يكشف لنا ان فعلا الموضوع ده لو كان تم كانش هيبقى احسن حل ليه، واللي انا فيه دوت هو ايه؟ هو الصالح. يبقى دول 3 حاجات يسبقوا حياة التسليم: التواضع، الايمان، الايه؟ الخبرة المعاشة مع ربنا. طيب الانسان اللي مسلم حياته بقى، يعني احنا كده ايه؟ شفنا اللي يسبق. طيب احنا عندنا الثلاثه دول، عندنا ايمان وعندنا تواضع وعندنا الخبره، سلمنا حياتنا ربنا. اقول لكم شويه حاجات في مبادئ حياه التسليم تسهل علينا قوي الدنيا. لو مشينا بالنقط دي هتلاقوا الدنيا بالنسبه لنا بقت سهله خالص، وكل اللي احنا شايفينه صعب وبيضايق وبيتعب هتلاقوه يمشي ايه؟ يمشي سهل. اول حاجه، الانسان اللي عايش حياه التسليم ما عندوش حاجه اسمها صدفه ولا حظ. بمعنى مفيش حاجه اسمها اصلا انا كان حظي وحش فما جاليش، او انا حظي وحش او حظي حلو فجالي. مفيش حاجه اسمها صدفه. الموضوع ده حصل بالصدفه، الكلام ده مش موجود في حياه الانسان الايه؟ اللي مسلم حياته ربنا. لان كل شيء بيحصل في حياه اي بني ادم فينا بترتيب من ربنا، ربنا سامح بيه، ربنا سامح ان ده يحصل للشخص دوت. الموضوع مفيش حاجه اسمها صدفه، لكن ربنا بيبقى ايه؟ مرتب حاجات في حياه الايه؟ الانسان. وده يخلي الانسان ايه؟ يعيش وهو ايه؟ مطمن، لان عارف ان ربنا ايه؟ متابعه. ربنا متابعني ايه؟ اول باول. يعني مثلا القديس بولس الرسول راح مكان، الروح ارشده، راح مكان لقى شاب صغير حلو كده. مين الشاب ده؟ قال له ده شاب كويس، بس مشكلته انه بابا ايه؟ وثني. طب وايه المشكله؟ طب هاتوه. طيب يبقى ليا تلميذ، التلميذ لازم يتختن. طب مش مشكله نختنه عشان اليهود. دي مش صدفه، ربنا مرتب ده. يطلع مين الشخص ده في الاخر؟ تيماوس. البابا اثناسيوس كان طفل صغير بيلعب على الشط بيعمد الاولاد، شاف البطرك قال له تعالى حبيبي انت بتعمل ايه؟ قال له انا بعمده. احس ان في ايه؟ ان في جوان يعني بذره كويسه تقدر يكبرها. خدوا واحتضنوا وكبروا وخرسوا مشماس، وبعد كده بقى ايه؟ بقى سناس. مش صدفه
ان ده يتم قدام البابا وهو قاعد. ومش صدفه ان القديس بولس الرسول يقابل تيميساوس، لا مفيش حاجه اسمها صدفه. ربنا ايه مرتب الانسان اللي مسلم حياته ربنا يشوف بقى من الحاجات دي كتير في حياته، يبقى قد ايه ربنا بيشتغل في حياته. يبقى اي شخص تقابله في حياتك او اي موقف يحصل لك في حياتك بيبقى ساعات ايه، او على طول بيتملي ربنا ايه ليه حكمه من كده. ده ساعات لما احنا بنعمل غلط، يعني الواحد فينا عمل موقف مش صح او عامل حاجه مش صح، ربنا يستخدمها لايه؟ لخيرنا ساعات. يعني ربنا يحولها لايه؟ لخير الشخص نفسه. لما انا ما كنتش قاصد، بس طول ما انا مسلم حياتي ربنا ايه يشيلني حتى في وقت ايه، في وقت ضعفي او في وقت الغلط. ومش شرط يكونوا الاشخاص دول كويسين او لا، ممكن يكون شخص متعب، يعني تقابل شخص متعب في حياتك، بس ده يكون ايه سبب بركه ليك بعد كده. ما هو اما شخص تعلمه درس، يا اما شخص ايه يعلمك ايه درس. كان ابونا داود لما يقول كده يقول لك الاشخاص ايه، يا اما شخص تتعلم منه درس، يا اما شخص ايه يعلمك درس. دي اول نقطه. يبقى اي حاجه ما فيش حاجه اسمها ايه حظ ولا صدفه في حياه الانسان اللي مسلم حياته ربنا. تاني نقطه، الانسان اللي بيقابل اي مشكله في حياته، الانسان اللي مسلم حياته ربنا، لما تقابله مشكله يبقى على يقين تام ان المشكله دي ايه لخلاص نفسه، فيها فايده، فيها مصلحه، بس هي ايه ما اعرفش. يعني تلاقي مره مثلا تبقى شغال في شغل كويس والشركه مستقره وكله تمام، ويجي مره واحده في يوم وليله الشركه ايه تفلس، وروحوا مقعدين كل الموظفين فين؟ في البيت. ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ انا عندي مصاريف وعندي بيلز وعندي 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 حاجات كتير، ايه ده مش وقت يا رب خالص ابقى. وتلاقي مثلا يكون عنده بنت مثلا بيتجوزها مثلا، تلاقي مره واحده قاعد، طب ايه ده يا رب ده؟ مش وقته خالص ان انا احصل لي ده. لكن الانسان اللي مسلم حياته ربنا ما يبصراش كده، يقول لك اكيد في ايه، في خير من وراء الموضوع ده، في فايده من وراء الموضوع ده، سواء كانت روحيه او ايه او ماديه. تلاقي واحد ماشي مثلا او عنده مثلا مناسبه وتلاقي ابنه يتعب مثلا، يا رب ده احنا عندنا مناسبه عايزين نروح نحضر ولا فرح ولا وقت الولد يتعب. الانسان الايه اللي مش مسلم حتى ربنا يقول لك ايه ده، هو ده وقته ازاي يحصل كده يا رب، ايه ده عايزين نحضر المناسبه دي. لكن الانسان اللي مسلم حتى ربنا يقول لك ايه، اكيد في ايه، في خير من وراء الموضوع ده، في حاجه لخلاص نفسي وخلاص نفسي ايه اسرتي. ده واحد مثلا يبقى رايح مشوار لما راح العربيه بتاعته عطلت، ايه ده وقته، العربيه بتاعتي كويسه لسه جايبها بتعطل ليه. يعني يتقال قصه كده، كان في خادم بيخدم، ففي واحد اداله ظرف كده فلوس وقال له لما ترجع مصر روح العنوان ده ودي الظرف دوت للعنوان دوت. الخدم خد الظرف حطه في جيبه وايه ونزل مصر. عدى يوم واثنين وثلاثه وهو ايه ناسي الموضوع خالص. المهم جه ايه راكب العربيه بتاعته وماشي، وفضل ماشي ماشي لحد حتى ما راحت العربيه ايه واقفه. كان رايح مشوار، ايه ده بعدين كده مش هلحق مشوار، نزل متضايق مشوار مهم. وبعدين ايه واقف كده في ايه بيفتح الشنطه بتاعته، لقى الايه، لقى الظرف اللي هو حاطه ايه حاطط فيها الايه الفلوس. فيبص كده على العنوان لقى نفسه ايه واقف قدام العنوان دوت. بس قبل ما يقف قدام العنوان دوت سمع واحده ست بتصلي وتقول له يا رب انت عارف ان دي اخر حاجه في البيت انا قدمتها للولد قبل ما ينزلوا المدرسه، لما يرجعوا مفيش اكل، لا اكل اديه لهم، انت يا رب تصرف. لما عربيته عطلت قدام البيت فتح الشنطه ولقى نفس العنوان نفس الظرف، عارف ان هو ايه واقف هنا لايه، لسبب. العربيه ما وقفتش هنا لاي كلام، لا لان الست دي محتاجه الفلوس دي. كده ربنا راح مرتب الموضوع ان الايه الدنيا تمشي بالشكل ده. مشكلتنا تملي في مشاكلنا ان ربنا ساعات يسمح بحاجات نعدي فيها عشان خلصنا، عشان خلص نفسنا، لكن احنا الموضوع ده مش في دماغنا. يعني ربنا يظبط حياه كل واحد فينا علشان مهم ايه خلصه الابدي، هنا مش مهم قوي. عشان كده ساعات تحصل لنا حاجات ما بقاش عارفين تفسيرها ايه، يعني ليه يا رب بتمنعني من ان انا اعمل المشروع دوت او ان انا اعمل الحاجه ديت، لان ده مش ليك مش لصالحك، ممكن ده يضرك بعد كده. عشان كده تملي يقول ايه
كل الأشياء تعمل معا للخير للذين إيه؟ يحبون الله. اللي بيحب ربنا واثق فيه بيعمل إيه؟ بيسلم حياته ليه. عشان كده أي شيء بيحصل له يقول إيه؟ للخير. ومناسبة كل الأشياء تعمل معا للخير دي، كان في مرة ملك ووزير، كان الوزير تملي يقول للملك كل ما يحصل حاجة يقول له إيه؟ كله للخير، كله للخير، أي حاجة تحصل له كله للخير. ومرة الملك دوت بيعمل حاجة كده بالسكينة، فرح مطير إيه؟ ثلاث صوابع إيه من إيديه. الملك اتضايق جدا، وبعدين بإيه الوزير بتاعه جاي فبقول له شفت ثلاث صوابع من إيديه طاروا. قال له قالت الملك كله للخير. قال له خير؟ خير إيه؟ بقول لك صوابعي طارت، صوابعي اتقطعت، ارمي الراجل ده في السجن. رح مسك الوزير ده وإيه؟ رماه في السجن. المهم الملك ده في يوم بيتمشى كده، فوصل على ايه؟ على اطراف الايه؟ المدينه الايه اللي هو بيحكمها كده، وبعدين تاه. فبقاش عارف هو مشى فين. وكان في قبيله من القبائل حواليه باللي بياكلوا لحوم البشر. فخدوه. قالوا تعالى احنا نقدمك ايه؟ قربان للايه؟ للالهه ايه؟ للالهه بتاعتنا. فهم قعدوا يبصوا فيه كده يمين وشمال، لقوا ايه؟ صوابعه ايه؟ مقطوع. قالوا لا انت ما تنفعش. انت مش كامل. ما ينفعش نقدمك ايه؟ قربان. لازم اللي يقدم قربان يكون انسان كامل وما فيهوش عيب. وراحوا ايه؟ مشينه. فراح قال لهم ايه؟ طلعوا لي الايه؟ الوزير. فطلع الوزير فبيقول له انت عارف، فاكر لما قلت لي ان لما صوابعي اتقطع انت قلت لي ده كله للخير وانا رميتك في السجن واتضايقت عليك؟ فقال له حصل كذا 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 وانا فعلا ده كان للخير. فقال له ما تزعلش ان انا رميتك في السجن. قال له لا بالعكس، ده برضو كان للخير. قال له والله خير ازاي؟ انا كنت رميت في السجن. قال له ما انت لو ما كنتش رميتني في السجن كنت انا بخرج معاك في كل رحلاتك، فكان زمانهم يقدمون انا، فلما انت رميتني في السجن انت كده ايه؟ حميتني. كل الاشياء تعمل معا للخير للذين ايه؟ يحبون الله. ثالث نقطه للانسان اللي مسلم حياته لربنا، الانسان بيعتبر اي وقت فاضي بالنسبه له هي دي دعوه انه يتكلم مع ربنا. ليه؟ لان هو ده زي بيقولوا ده البوس بتاع حياته. يعني يكون ليك مدير في الشغل وانت عندك حاجات كتير في حياتك او حاجات في شغلك وعايز تقدمها، تستنى اي فرصه المدير بتاعك يفضى وايه تقعد ايه تتكلم معاه، تقول له عندي 1 2 3 4 وعندي مشاكل كذا وعندي كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا، يقول لك اعمل كذا وكذا 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 وكذا. الانسان اللي مسلم حياته ربنا بيستنى اي فرصه صغيره ويعمل ايه؟ يقعد يتكلم فيها ايه؟ مع ربنا، لان هو اللي ايه؟ قائد حياته. يقول له يا رب انا عندي 1 2 3 وعندي كذا وكذا وكذا وعايز اعمل كذا وكذا وكذا وعايز اكتسب الفضيله كذا وكذا وكذا وعايز اصلي من كل قلبي وعايز عايز تواضع وعايز محبه وعاوز وعاوز وعاوز. بيصدق اي فرصه ايه يقعد فيها ايه يتكلم. وكل ما تقعد تتكلم مع ربنا ازيد، كل ما ربنا يكشف لك عن نفسه اكتر، وكل ما تسيب ايه اكتر، لان ثقتك ايه بتبني وتزيد. رابع نقطه للانسان اللي مسلم حياته ربنا، زي ما قلت لكم الانسان اللي مسلم حياته ربنا لازم يكون انسان ايه؟ انسان متواضع. هو اللي يقدر ايه يسيب حياته. علشان كده تملي اي اخفاق او اي مشكله في حياه البني ادم بيقابلها يعتبرها دعوه للتواضع. بمعنى يعني انا مثلا داخل في مشروع مثلا ومجهز له كويس وبحاول اشتغل فيه، ومره واحده المشروع ده فشل. لو انا مش مسلم حياتي ربنا هو لان ليه فشلت، واقعد الوم في ربنا وانا عملت وعملت 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 وعملت. لكن الانسان اللي مسلم حياته ربنا يقول لك ده كان ايه؟ للخير. ده يخليني ان انا ايه؟ اتواضع اكتر، ارجع لربنا اكتر. جايز ما كنتش مصلي كفايه، جايز ما خدتش راي ربنا كويس، جايز ما اتكلمتش معاه زياده، جايز اتسرعت، او جايز الفلوس خلتني افكر ايه بشكل مختلف. اتملي الانسان اللي ايه اللي ما عنده مشكله او يقابل اخفاق في حياته دي دعوه ان ايه يتضع ايه اكتر، عشان ما يحسش ان هو ايه بمجهوده او بفضله بيوصل ايه للي هو فيه. تملي ونحسها، تملي نحسها في حياة كتير. يعني في أوقات مثلا تلاقي طالب داخل امتحان مثلا مذاكر كويس وربنا ايه مديله بوش جامد كده يجيب درجات ما تتوقعهاش. لو انسان مسلم حياته ربنا يقول لك ايه؟ لا ده مش ايه؟ مش مجهودي انا، مجهودي ما يجيبش الايه الارقام دي، لكن دي بركة ايه ربنا ووجوده ايه معايا. لكن الانسان اللي مش مسلم حياته ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك اه لا ما انا، او يقول لك ايه حظي كان كويس. لا حبيبي مفيش حاجة اسمها حظ، انت دي من محبة ربنا ليك ان اداك اكتر ما ايه بتستحق، فعشان ايه تعرف ايه قيمة نفسك.
وما تنساش ان انت بدونه بدوني لا تقدر ان ايه ان تفعله شيئا. الانسان مسلم حياته ربنا حتى الخطيه ياخد منها حاجه ايجابيه. بمعنى يعني الانسان مسلم حياته ربنا لما يغلط ويقع في خطيه يعتبرها فرصه كويسه ان يعمل ايه، يرجع لحضن ابوه ايه تاني. لكن الانسان مش مسلم حياته ربنا تلاقي الموضوع ايه كعبل معاه، يبقى عاوز ايه يقوم بنفسه. تعرف لان اللي موقعك قدراته اكبر منك بكتير، لازم تسلم حياتك لواحد ايه يشيلك يقومك، لكن غير كده مش هتعرف. الانسان مسلم حياته ربنا ياخد من الخطيه لو وقع فيها دفعه تخليه ايه يرجع تاني لايه لحضن باباه. الابن الضال لما ساب ابوه كان مفكر ان هو ايه يبقى كويس، انا هقدر اعتمد على نفسي. لكن لما شاف الوضع اتأزم معاه عمل ايه؟ رجع لايه؟ لحضن ايه؟ ابوه تاني. تملي انا باخد موضوع الابن الضال ده بيعجبني حاجه جت في بالي من يومين كده. بتشوفوا على الفيسبوك الاعلانات بتاعت الاولاد اللي بتوه، تملي تلاقيهم يشهروا كده فلان تايه مش عارف ايه، تلاقي صوره الولد مكتئب وبيعيط وحالته. الصور دي يعني صعبه، يعني انا بشوفها بتضايق وانا مش ابوه. تخيلوا ابوه لما يشوف ده يعمل ايه. احنا ابونا السماوي بيعمل كده كل مره، بنبعد كل مره بنسيبه، مشاعره بتبقى زي مشاعرنا لما بنشوف الصور بتاعت الاولاد التايهه دي. تقول لك يا حرام ده اهله زمان بيدور عليه، زمان قلب مامته متقطع عليه، زمان بابا عايز يلاقيه ياخده في حضنه، وزمان الولد تعبان. احنا كل مره بنبعد فيها عن ربنا، مشاعر ربنا اللي احنا بنحسها دي تملي بقى ايه، هو تملي واجعين ايه قلب ربنا، تملي مقطعين قلبه كده. ربنا يقول لك امتى يا ابني بقى ترجع لحضني تاني، امتى تيجي تاني. هطلع لمستوى اعلى شويه. احنا قلنا لما بيحصل اي اخفاق في حياتنا نعتبر ان دي ايه خلصنا او لخيرنا، لكن ساعات بقى تيجي تجربه جامده قوي، يحصل لنا بقى تجربه جديده، يحصل لنا موقف جامد، نفقد حد من قرايبنا من ولادنا من اصحابنا، موقف صعب قوي، او تفشل فشل كبير. الانسان المسلم حياته ربنا شوفها بنظره مختلفه، شوف ان دي دفعه قويه ليه. تملي لما تخش من حاجه ضيقه قدامك حل من اتنين، يا اما انت مش عايز تدخل، يا اما حجمك مش ايه مش مدخلك، فانت محتاج حد ايه حد يزقك زقه زياده. بتتعب بتوجع، بس ربنا يقول لك ايه، هي دي الطريقه الوحيده اللي ايه هتوصل بيها السماء. معلش يعني هي طريقه مؤلمه شويه، بس عشان تخلص تخلص في الاخر محتاج ان انت ايه محتاج الزقة الصعبة دي، محتاج الوجع الشديد دوت يخليك شوية ايه تجري، لان انت ماشي ايه على مهلك. انسان مسلم حياته ربنا يشوف من كل شيء صعب يشوفه ايه بركة من يد ربنا. اخر حاجة خالص، الانسان مسلم حياته ربنا زي ما قلتلكم يستنى اي وقت يقعد فيه مع ربنا يتكلم، ويبقى بالنسبة له القداس ده هو الايه هو اللقاء الاسبوعي اللي ايه يجي يجري عليه عشان ايه يسيب الارض ومشاكلها ويطلع مع ربنا. فين يطلع؟ مع السماء. مره طفل صغير كده راح لاب كاهن بيقول له ابونا هو انت هتروح السماء امتى؟ قال له هروح السماء لما يعني ربنا يريد، يعني ممكن اعيش شويه سنين كده وبعد كده اروح السماء. قال له لا انت هتروح السماء النهارده امتى؟ فهمش. قال له يعني ايه يا حبيبي؟ قال له هو مش قدسك بتجنى من السماء عشان تصلي قداس وبعد كده ترجع للسماء تاني؟ الكاهن ايه الكلام ايه رن في ودانه وراح قال القصه دي لايه الكهنه اللي معاه. قال لهم بص الولد شايف الكاهن ايه، الكاهن ايه جاي من السماء يصلي القداس ويرجع تاني لايه السماء، ودي كتابيه مظبوطه، ده مش غلط، احنا نازلين من ايه من فوق ومسيرنا نرجع تاني ايه فوق. ده شعور الشخص اللي بيبقى جاي القداس ومسلم حياته ربنا، بقول له ربنا مستني قبلك واتكلم معاك واقول لك مشاكلي وحاجتي.
فين؟ في القداس، مستني اتمتع بالسماء، مستني اتمتع بالعذراء والملائكه والقديسين الحاضرين. حياه التسليم حياه حلوه، مش بتيجي من يوم وليله، بس محتاجه جهاد ومحتاجه ان احنا ندرب، محتاجه الثلاث حاجات قلناهم، محتاجه ايمان، تواضع، خبره مع ربنا نقدر نعتمد عليها. واللي قلته لكم ده كله حاجات صعبه، كله مواقف صعبه، كله الم، كله تعب، بس الانسان اللي مسلم حياته يشوف الدنيا ايه، يشوف الدنيا سهله. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد.